بحرها هادي لكن أمواجه عالية، نبرتها هادية لكن كلماتها طلقات نارية، ثابتة رغم تقلبات الأقدار، ترقص بخفة زي الريشة في مهب الريح. دينا على المسرح. يقال إن الحياة مسرح، وإن قصة كل واحد فينا تنفع رواية. حياة دينا تنفع رواية على المسرح؟ وما الدنيا إلا مسرح كبير. أكيد يعني حياتك تنفع رواية؟ يعني بشوف إن ممكن تنفع رواية، بس يعني هي رواية صعبة أوي، يعني هتبقى فيها أماكن صعب تصدقها، لأن الحقيقة دايماً يعني الناس بتفتكر إن مثلاً المسلسلات اللي بتيجي أو الأفلام، لأ إيه ده مش هيحصل كده، لأ الواقع أصعب من كده بكتير. مواقف مش ممكن حد كان يعدي بيها غيرك؟ يتغلب عليها ويعديها؟ شفت بعيني ناس عدت من أصعب من اللي أنا كنت فيه، إنما هي قدرات. تسمي مسرحية دينا إيه؟ إيه؟ لا يعني ممكن أسميها يعني حب الحياة. حب الحياة؟ لايقة عليكي. لايقة عليكي. يعني هي حب في الحياة. تبدأيها من أنهي فصل؟ تبدأيها طبيعي من الفصل الأول من الطفولة، ولا في فصل تحبي تتجاهليه وتعديه وتبدأي من مكان ما أنتي عايزة؟ بصي أنا عامة ضد كل المسلسلات اللي بتتعمل بتاعت قصة حياة الناس، لأنهم بيتجاهلوا حاجات كتير جوه القصة بتخليها ضعيفة ويك، ما هياش بالقوة. أنا بشوف إن أصعب حاجات بتحصل للإنسان في حياته هي اللي بتخليه بني آدم، هي اللي بتكون شخصية حد، يا يحبوا الناس يا يكرهوا الناس مش مهم، بس المهم إنها بتعمل صورة بني آدم. فلو شلتي منها فصل مش هتبقى هي الحقيقة، مش هتبقى هي الصورة الكاملة للشخصية. بالعكس أنا بشوف إن أسوأ ما في الحكاية هو أحلى ما في الحكاية، هو سبب كل الحلو اللي بعد بالزبط. كده راضية بفصل البداية؟ أنا راضية بكل حياتي زي ما هي ومش عايزة أغيرها. يعني متهيالي في ناس بتبقى بتحلم لو كانت حياتهم بشكل تاني، لكن أنا حب حياتي بكل تفاصيلها، بكل حاجة حصلت فيها واللي جاي كمان راضية بيه زي ما هو. أنا عندي حالة رضا كاملة عن كل حاجة بتحصل في حياتي. اتحرمتي من الأم وبفعل فاعل. دي حقيقة، مع سبق الإصرار والترصد. لا مش حتى الأقدار خدتها. الله يرحمه، ده جدي، يعني مش هقدر أقول إن هو فعل فاعل، يعني كنت بحبه كمان ما عنديش لوم له، بس هي كانت العقلية المصرية بتفكر كده. الحمد لله اللي هتتصدمي منه إن كل اللي حصل لي في حياتي ما سابش جوايا حاجة خالص. فضلت بحب جدي وفضلت بحب أمي جدا، ربنا يخليها لي يعني ما يحرمنيش منها، وفضلت بحب كل الصورة لأن أنا عذرت كل واحد عن اللي عمله. يعني عذرتي حد ان هو قال لك امك ماتت؟ لا تسالوا الناس بل اسالوا الظروف. احسان عبد القدوس ما غلطش لما قال لا تسالوا الناس بل اسالوا الظروف. كل واحد ظروفه هي اللي بتحكم عليه، تربيته وطريقه حياته بتحكم عليه ان هو يعمل كده ويبقى شايف ان ده الصح من وجهه نظره. ممكن تقولي لطفله ان امك توفت وهي عايشه وتحرميها منها؟ ده في الزمن اللي هو كان فيه كانت الست اللي بتتطلق يعني ماتت، ما كانش فيه طلاق. النهاردة لا طبعا، لأن نسبة الطلاق بقت تقريبا أكبر من نسبة الجواز. فلا أقدر أظلم أمي ولا أقدر أظلم جدي، يعني كل واحد كان بيفكر بشكل مختلف عن التاني. إنما أنا بشوف إن هي ست قوية جدا وقدرت تعيش حياتها كلها ستيبل، يعني قدرت تعيش حياتها بطريقتها. قصدك بطريقتها، وإنتي عملتي زيها؟
طلعت الحقيقه وابني كمان عامل زي يعني انا ما بحبش احكم على الناس، انا بحب ان كل واحد يعيش حياته راضي عنها، يعني عنده حاله رضا عن حياته. اذا انا راضي عن حياتي هشوف كل الدنيا حلوه، مش هيفرق معايا حد. انما لو انا مش راضيه هبقى قاعد عمال اقول ايه ده وايه ده واخاف اتكلم في وش الناس. لا، انا اللي هتشوفيه دلوقتي هو اللي هتشوفيه بكره، هو اللي هتشوفيه بعده، قدام كاميرا بره كاميرا، ما عنديش فاصله في حياتي. اللحظه اللي عرفتي فيها ان والدتك عايشه وشفتيها كانت لحظه انقلاب درامي؟ لا، هو في حاجات كتير قوي عيطنا فيها بس ده دي كان انقلاب درامي بجد. دي كانت عياط بقى بفرح بحب بحاله، يعني الحالات دي بقى اللي بتسيب جواكي مشاعر مختلفه، يعني بتبقى عندك حالات مختلفه جواكي، يعني تقدري تحسي باللي محرومه من امها، تقدري تحسي باللي شافت امها، تقدري تحسي بكيان الناس البسيطه السهله، تقدري تحسي بالوجع لانك اتوجعتي فتقدري تحسي بيه. انما ما تجيبيش حد ما عداش بتجارب وجعته ألمته وفرحته إنه يبقى بيفرح بجد أو بيزعل بجد أو بيحس بالناس بجد. طعم الحياة بيجي من الحزن والفرح؟ طبعاً طبعاً. يعني الحياة عامة هي عبارة عن إيه؟ شوية أوجاع. إحنا هي دنيا جاية من الدنو، يعني بتوجعك أكتر ما بتفرحك، بس المهم إنك تستغلي الوجع بحالة حلوة، بإنك تاخديه تطلعي منه بحاجة حلوة، تطلعي منه بحاجة حلوة بمشاعر كويسة. حبك للرقص الشرقي اصطدم بالصعيد وبأفكار الصعايدة. هو والدي كان متطور شوية لأنه عاش في إيطاليا كتير ودماغه كانت فاهمة، يعني هو سابني يدخل فرقة رضا وسابني كل حاجة. هو كان معترض. دماغه كانت فاهمة اختيارك؟ لا، للرقص الشعبي. الشعب يعني هو وافق جدا على فرقه رضا، وكنت في فرقه رضا، كنت بتمرن من وانا عيله صغيره عندي 9 سنين وما كانش معترض على ولا حاجه. انما لما جيت بقى عندي 15 كده ابتدى يعترض حتى على الفن الشعبي. قطعك سنتين، قطعته بعد سنتين، زعل منك. اولى جامعه وثانيه جامعه دول مقاطعه نهائيه لاني كنت خدت قراري خلاص. طلع لمامتك عايزه ده هعمل ده. انا عارفه ماما كانت واثقه فيا وعارفه انا هعمل ايه وهمشي ازاي وهتصرف ازاي. بابايا كان خايف عليا، يعني برضو انا خدتها من منطق ان هو مرعوب. ما هو الاختيار يا دينا، يعني انت دارسه انت اداب قسم فلسفه؟ وعملتي تقريبا دراسات عليا ولا لا؟ في فلسفه المسرح الروماني القديم، يعني انا قاعده دارسه كل المنطقه اللي انا قاعده فيها. يعني انت منطقه مدروسه، قاعده في منطقه مدروسه. انا قاعده في منطقتي. الاختيار انه من حد دارس اداب قسم فلسفه وعامله دراسات عليا في المسرح الروماني لحد بيختار الرقص الشرقي في مجتمعنا. انا رقصت وانا في اجازه ثانويه عامه، دي بدايه شغل. كنت في اولى جامعه دينا. بابا ما كانش متصور ان انا هكمل دراستي، وانت عارفه ان احنا عيله كلنا دارسين، يعني والدتي متعلمه قوي يا مهندس. فصعب قوي ان يخرج حد يقرر انه هيشتغل شغلانه من وجهه نظر بابا ان انا مش هكمل دراستي، خلاص باخد فلوس وبكسب وبتاع، ايه اللي يخليني اكمل دراستي؟ انا كنت لا، انا كنت عايزه احط الرقص الشرقي في حته حلوه، في مكانه محترمه يحترمها كل الناس. فكان من اولوياتي وانا بشتغل اني ادرس واني اكمل الجامعه. ولما كملت الجامعه حسيت من كتر ما الناس ادتني زي سوكسي ان انا الرقاصه اللي في الجامعه وبتاع، قلت هعمل دراسات عليا علشان ابين ان انا. كنت بتثبتي ايه لمين؟ كنت بثبت للمجتمع ان الرقاصه مش حاجه وحشه. الرقاصه مش. ما زلتي بتثبتي لحد النهارده؟ لحد النهارده براعي تصرفاتي جدا جدا. اكتر من اي حد طبيعي. يعني مثلا اصحابي يقولوا لي يا شيخه تعالي نام، اقول لهم لا، انا حدودي كده، لان انا مش عايزه حد يفكر اني عشان برقص بعمل كده. لا،
يعني ليا حدود في كل حاجة بعملها. قلتي إنه ابنك ما عندوش مشكلة إن أنتي بترقصي ولا عنده مشكلة لا 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 في حبك وشغلك لا لا لا. للرقص الشرقي؟ He's proud of me. بس ما بيحبش يتفرج عليكي؟ لا 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 خالص، هو ما بيحبش يعني ما بيحبش الفن ده، هو بيحب حاجة تانية لأن سنه يعني هو بيحب حاجات تانية، مزيكا مختلفة، حاجة مختلفة. لا 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 ما عندوش أي مشكلة خالص. بالنسبة له يعني الرقص الشرقي موضة قديمة مثلا؟ لا، ده مرة وهو صغير شافني قال لي مامي أنتي أحلى من هانا مونتانا. دينا، عندك أي جرح باقي جواكي من ناحية والدك؟ خالص، ده حبيبي. لا 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 لا، حتى لو سمحتي؟ لا، أنا كنت بحبه لآخر لحظة، أنا ما صدقتش إنه مات. أنا أبويا كان صاحبي يعني لما مات سري بقى ليا. طب اتقال إنه نفس الأوتيل اللي توفى فيه هو الأوتيل اللي رقصتي فيه تاني يوم تقريبا؟ لا لا لا، بابا توفى في مستشفى السلام، مش في أوتيل خالص. رقصتي في نفس اليوم أو تاني يوم؟ تاني أو يوم أحييتي حفلة؟ وجوزي لما مات برضو عملت المسرح في نفس اليوم، دفنت ورجعت، كنت بعرض مسرحية مع الأستاذ عادل إمام. بس مسرحية مفهومة؟ لا، وشغل مفهوم، كل الشغل مفهوم. طب اشرحي لي ده، اشرحي لي الإحساس ده. لا، أنا بعرف أفصل، يعني أنا ممكن أبقى متضايقة جداً، أصل أنا لو اعتذرت عن كل شغلي لما أبقى متضايقة يبقى مش هشتغل. لا بس بابايا توفى، دي مش لما أبقى متضايقة، يعني وفاة والدي دي لما أبقى متضايقة. معلش، ما استنيت يوم لحد أنت ما. جبروت يا دينا. لا مش جبروت. أنت جبارة. لا خالص، أنا بعتبر إن ده شغل. أنت هتدفني وتاخدي العزا وتاني يوم هتنزلي مكتبك وتبقي حزينة برضه، يعني الحزن ما بيتقطعش في يوم ولا 40 يوم ولا لحد النهاردة. كل سنة يوم عيد ميلاده بزعل. إحساسك إيه وإنتي بترقصي وإنتي حزينة؟ لا بطلع شغل بقى، مش قادرة أقولك. أحلى أيام برقص فيها لما بقى متضايقة، لما بيبقى جوايا موجوع. مع إن الرقص المفروض إنه بيعكس البهجة، إلا إنه كمان يقال إنه بيفرغ المشاعر السلبية. كل حاجة. ده دوره في حياتك بيعملك كده؟ بصي، الرقص هو حياتي تقريبا، يعني انا دايما بقعد بيني وبين نفسي اقول ايه هي الناس اللي ما بترقصش بتعمل ايه، يعني ازاي بيخرجوا الطاقه اللي جواهم وهم ما بيرقصوش. يعني هو بالنسبه لي حاله، يعني عمري كله يعني ضحيت عشانه كتير، و حياتي ويومي وبرنامج جسمي وأكلي وشربي وكل للرأس. فما تقدريش تقولي إنه مش حاجة مهمة في حياتي، هو أهم حاجة في حياتي. عندك أخت منقبة دايما بتقولك يا رب تدخلي الجنة معايا. حبيبتي دي حبيبة قلبي. دي أختي، يعني القريبة جدا بالنسبة لي، وهي أطيب حد وأقرب حد لي. ريتا اسمها؟ ريتا، يعني أطيب حد وأقرب حد لي. عمر ما كان في بينكو خلاف في وجهة النظر على كونك بتحبي الرقص الشرقي وهي منتقبة؟ احنا اخوات، احنا اخوات، احنا لما بنقعد مع بعض ما بيبقاش في حواجز بينا علشان ما نتكلمش في اي حاجه، بنتكلم في كل حاجه واي حاجه وكل حاجه. بس هي عندها وجهه نظر محترمه جدا، انا دايما بحترمها فيها، انها دايما بتدعي لنفسها على الثبات، انها تثبت، وبتقول ان ربنا لما يجي يحاسب الناس، انا ما اعرفش اذا كان انا احسن منك ولا انت احسن مني، انا ما اعرفش. وحسابات ربنا مختلفه تماما. يعني تماماً، تماماً عن حسابات البشر. يعني البشر دايماً بيحسبوها باللي شايفينه، ربنا ما بيحسبهاش كده. ما أنا عشان كده شايفاكي جريئة، علشان أنت، عشان اختيارك، وأنت عارفة إنه البشر بتحسبها بحساباتهم، وأنت شايفة المجتمع. لا لا لا، وأنت بتراعي المجتمع، وأنت بتعاملي المجتمع طول الوقت زي ما قلتي. أنا براعي المجتمع لحدود. أنا حياتي اللي أنا عايشاها مش من حق حد يتطفل عليه. في حدود دايماً
البني ادم هو اللي بيحطها للناس مش الناس بتحطها. انت لو وربتي الباب هيدخل لك جيش، بس انت لو قفلتي الباب على نفسك مش هيدخل لك حد. علاقتك باخواتك من الاب نفس قوه علاقتك باختك ريتا؟ بصي بمنتهى الامانه، ريتا هي ابا واما اختي، فهي اللي عشنا مع بعض العمر كله، فهي مفضلة طبعاً بالنسبة لي كأخت، لأن هي فهماني كويس وحفظاني وعارفة أنا بحب إيه وبكره إيه وبعمل. إخوات الأم هم الأقرب من إخوات الأم، لأن اللي ربت واحدة، فإخوات الأم بيبقوا أقرب. وإخوات الأب طبعاً في القلب، بس هتلاقيهم أبعد. لسه أنتي قايلة صرحتي قلتي إنه كل رجالة مصر تربية واحدة ست. طبعاً طبعاً الأم هي اللي بتوصل، هي اللي بتعمل وصلة أكتر من الأب. الأب دايماً مشغول وملبوخ ومش فاضي، لكن الأم هي اللي هتقول لها أختك حبيها، دي أختك الكبيرة، دي أختك الصغيرة، ده أخوكي، أخوكي بيعمل كذا اسألي عنه في التليفون. الأم دايماً هي الرابطة اللي بتربط كل الحالات دي. مع أن أنت في البدايات يعني ما كانتش معاكي والدتك، يعني مش اللي ربتك ومامتك، بس مش قادرة أقولك قد إيه أنا شبهها، مش عارفة جينز ولا إيه، بس مش عارفة أقولك قد إيه أنا طالعة أكتر واحدة شبه أمي أنا في التصرفات وفي العلاقات وفي الكلام وفي الطريقة وفي كل حاجة. أنا أقرب واحدة لأمي، سبحان الله. في مونولوج التحول في حياتك، وقت ما عملتي اختيارات ممكن ما تبقاش عاجبه أهلك، ما انتي ما تعملي ليش الحياة وردي. بصي احنا مقرين انها مش وردي، ما كانتش وردي. لا لا ما كانتش وردي، ما كانتش وردي خالص. لا 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 ما مش بعمل لك الحياة وردي خالص، بس انا كنت عندي فتنة وطريقة التوي بيها على الحاجة لحد ما اجيبها اللي انا عايزاه. يعني من وانا صغيره كنت لو انا عايزه جزمه جديده افضل ابوظ في جزمي عشان اجيب الجزمه اللي انا عايزاها. يعني تعرفي تاخدي اللي انت عايزاه ازاي بالظبط، اللي هي طريقه مسكنه بقى، ضعف، انكسار، ايه، عياط، اي حاجه بس اجيب الحاجه اللي انا عايزاها. حسبتي على اختياراتك وخلصتي قفلتي الحساب ولسه بتحاسبي لحد النهارده؟ أنا محدش عارف يحاسبني ولا أنا عمري حاسبت حد. الحياة بتحاسبنا على كل اختيارات. لا 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 بتحاسبنا جامد جدا على كل اختياراتنا. مفيش اختيار ببلاش. ده أنا خدت حقي تلت ومتلت كفاية كده. مفيش اختيار ببلاش. لا خدت حقي كويس أو كفاية كده. دفعتي؟ دفعت كل الأثمان الحمد لله. كفاية بقى. كفاية. كفاية. مونولوج التحول بقى، كان أنهي موقف وأنهي لحظة وحصل إزاي؟ اللي هو اللحظة بتشوفي الحاجات بطريقة مختلفة، بتاخدي قراراتك بشكل مختلف، بشكل بتاعك أنت، بيخلي حياتك بعد كده تبقى سكتك أنت، اختياراتك. أنا من أنت. أول يوم في حياتي من وأنت طفلة؟ من وأنا عيلة صغيرة، وأنا هو أنا هو أنا، لم أتغير ومفيش أي حاجة حولتني لا يمين ولا شمال، مكملة على طول، هبص ورا ولا هبص يمين ولا هبص شمال، مفيش، ما عنديش تيرنينج بوينت خالص. ما بتلفيش وترجع؟ لا 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 لا، أنا كده طول عمري، وطول عمري باخد قرارات من وأنا زبلة صغيرة باخد قرارات. يعني لما اخترتي الرقص الشعبي كنت عشان توصلي للرقص الشرقي؟ لا لا لا، ما كنتيش عندك القرار ده؟ كنت بحب فريدة فهمي وعاشقة ليها، وكان نفسي أبقى زيها، يعني كانت هي مصدر الطاقة في حياتي. وأنا عندي 9 سنين خدت قرار، يعني خدت قرار أخش فرقة المدرسة للفنون الشعبية، رغم إن أنا كنت الأول بعزف كمانجا وإكسليفون وفريق الكورال. بتحبي المزيكا من وانت صغيره؟ طول عمري، انا لحد دلوقتي بعرف اعزف شويه، مش قوي بس بعرف. مين الشخصيات اللي عرقلت طريقك؟ مين الشخصيات اللي وقفت في طريقك؟ لا. اللي حاولت تعطلك؟
ما عنديش الحالة دي يا شيخة والله. محدش خالص ما عنديش الحالة دي. أو كان في حد بيجي يعني في طريق مفهوش مطبات ناوي يعمل حاجة، بس أنا بعمل كده. زي مين؟ لا ما أقدرش. يعني أنتي مثلا زعل والدك منك سنتين، ما هو ده مطب، ما هي دي حاجة تعرقل. بالعكس ده يقوي. في مطبات تقويكي ما تضعفك، يقويكي عشان أنتي اللي واقفة لنفسك طبعا، يخليكي تشتغلي أحسن وتنجحي في الجامعة علشان تبيني له إنك أنتي ما خسرتيش ولا حاجة. مين تاني؟ كل الشخصيات الباقية من عيلتك، من أصحابك، من القريبين منك، كانوا راضين وقابلين لا 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 ما دي عرقيل أهي. لا لا بالنسبة لي لا، أنا أي حد مش عاجبه حياتي كده على جنب على طول وامشي. أنا يعني أنا لسه هقعد أشوف. أنتي عشان شخصيتك يا دينا لما بتعدي حاجة ما بتلفيش تبصي عليها؟ لا خالص، لا لا، ولا كأنها جت أساسا. يعني أنا لما حد يقول لا هي رقصت ما تدخلش بيتي، تمام مش هدخل البيت. يعني الرقصة عندي أهم، فخلاص. إيه سلاحك؟ لو سألتك على سلاح في إيد دينا عملت بيه كل ده من وهي طفلة، إيه سلاحك؟ هو مش سلاح، هو طريقة فكر. هي يمكن تكون أدواتي مخي. مخك؟ شكتيش في نفسك لحظة؟ شكيت في نفسي؟ نيفر. ما راجعتيش نفسك لحظة؟ أراجع إيه؟ ما هو يعني ما جاش عليكي لحظة كده في حياتك قلتي هو أنا ماشية في الطريق المظبوط ولا أنا؟ لا 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 لا، ما عنديش الحاجات دي خالص. مفيش. لا لا لا، وحتى لو غلطت ما بفكرش ان انا بقول ان انا بني ادم طبيعي بيغلط زي بقيه الناس. يعني غلطت غلطه وخلاص، طالما ما اذيتش حد خلاص. هي دي اللحظه اللي لو اذيت فيها مخلوق دي اللي ممكن تعرقلني جدا 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 جدا. شايفه نفسك اذيتي حد؟ لا الحمد لله. حتى لو بدون قصد؟ لا لا، ما هعملها ليه بدون قصد؟ يعني لو هاذي حد لازم اذيه بسبب. عمري ما عملتها، عمري ما قبلت اعملها. بالعكس انا اللي اذوني، اللي اذوني في حياتي عمري ما اذيتي. لا تاذيتي ولا اذيتي ولا تعرقلتي. لا اذيت، بس انا عمري ما اذيت. اللي اذوني حتى ما اذيتهمش. لا ازاي ما تاذيتش؟ يعني لا، ليه انا جايه في علبه بلاستيك؟ لا اتاذيت كتير جدا. بتتعاملي مع الاذى ازاي؟ لازم انا اقوم. أنا ما بفكرش في الأذى نفسه، أنا بفكر إن أنا أقوم نفسي، إن أنا أبقى كويسة. ما بيفرقش معايا خالص إيه نوع الأذى ولا أذيت إزاي. وأنا أذيت كتير، يعني كتير. أذيتي أكتر من مرة بأكتر من شكل، منها مرات اتعرضتي لهجوم بشع. مين كان جنبك؟ مين ما كانش معاكي؟ والله هو ساعتها بتعرفي يعني زي ما تقولي في يعني في مواقف في حياتي كانت قويه قوي غربلت لي الكره الارضيه. يعني حسيت ان انا ايه ده، هي الناس بتقع كده بالسهوله دي؟ يعني تك 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 كل الناس بتقع، بس ظهر لك ناس دايما في المواقف دي. بيروح ناس، بيقع 10 ويطلع واحد. الحمد لله كانوا اكتر من واحد، بس بجد حقيقيين طبعا وموجودين لحد دلوقتي طبعا، لانهم حقيقيين. هي المشكله الوحيده اللي في حياه كل فنان بالذات انه لازم يتمسك بصداقاته اللي من ايام المدرسه واللي من ايام الجامعه واللي من ايام طفولته، لان دول الحقيقيين. صداقات اللي من الوسط الفني أو بعد الشهرة، صداقات معظمها زائفة؟ أغلبها 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 مش حقيقية صداقات. أنا بعتبر إن أصحاب دي حاجة عادية، صديق دي حاجة مش عادية. يعني الصديق لو عندك في حياتك 6 7 فاحمدي ربنا واشكري فضله انك عندك 7 اصدقاء، لان يعني بكبيره ممكن يبقى عندك 2. لسه كنت اقول 3 يا دينا، كفايه نحمد ربنا عليهم. لكن انا عندي 7،
اصحابي من وانا عيله صغيره واخواتي بحبهم الصحاب عندك كتير، المعارف عندك اكتر واكتر. بس تبقي عندك البيز بتاع السبعه ده. الاقناع لعبت في حياتك دور؟ اتخدعتي كتير؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. اي اقنعه خدعتك اكتر؟ قناع ايه لما اتلبس خدعك اكتر؟ الصحوبيه، صداقه. يا خبر ابيض، لا ده في حد حسيت ان كل اللي بيحصل لي ده مش مهم، بس هو هي الخبطه اللي خبطتها على دماغي. انت قلتي هو وانا سمعتك. لا هي انت قلتي هو ولا سمعتك؟ لا 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 هو، لا ما عنديش هو. قولي يا زينة. لا هي هو. قولي، مش هقول لحد. لا لا مش هقول لحد يعني. خليها وانا اتجوزت قليل يعني ما اخاف منك. صحيح، دول لوحدهم. دول لوحدهم، هو كتير. لا هي بجد دي كانت صدمة وجعتني وجع جامد. بس ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ قومت نفسي برضه. إيه؟ لا مش حكاية تقيل. لا قولي لي، احكي لي، قولي لي ايه اللي حصل. مش حكاية. طب قولي لي حاجة تقدري تحكيها من غير حتى ما تقولي اسماء. قولي لي حد خدعك بقناع وكانت الخدعة كبيرة أثرت فيكي. يعني هي دي ممكن أكتر واحدة أثرت فيا. لا أنا أصل اللي الخدعات اللي العادية دي اللي ما بتعدي، يعني عادي تعودنا. لكن دي مثلا كانت صاحبتي 14 سنة. ها كانت خبطتها 14 سنة في نص الدماغ يعني. عملت إيه؟ أنا ولا حاجة، أنا وقعت في مشكلة فبيسألوها بيقول لها طب أنت تعرفي حاجة عنها؟ قالت لهم لا هي مش صاحبتي أساسا. وهي كانت أنتي تنكرت منك. فوجعتني بجد يعني، وجعتني وجع جامد. طبعا تخطيته بس خد وقت، خد وقت طبعا عشان اتخطى علاقة كانت كنت فاكرة انها ثبات عميق يعني. 14 سنة ده هي جزء من حياتك، جزء اساسي، جزء كبير. فدي كانت بتوجع يعني، دي حاجات خبطات من اللي بتوجع قوي. خبطات الشغل انا اعتقد انها كلها ما بتوجعش. لاني بعتبر ان الشغل شغل يعني. يمكن مره زمان اتوجعت كانت بجد وجع جامد قوي. كان في فيلم مفروض انا اعمله مع محمد خان بطوله احمد زكي وكنت صغيره. جابوا نهله سلام. جابوا نهله سلام. دي برضو من الحاجات اللي في الشغل اللي وجعتني يعني. قعدت 3 ايام اعيط. انا نادرا يعني، انا في طلاقي بزعل يومين يعني. دي وجعتني اكتر. وجعتك عشان كنت صغيره؟ كنت صغيره وكنت احمد زكي يعني ومحمد خان يعني حاجه بالنسبه لي حلم. فلما راح طبعا وجعني، بيوجع جامد. انما دلوقتي لو شغل باظ يعني عادي. الحياة عرفتك ان اللي يجي في الشغل اهون بكتير من اللي يجي في اي حاجة تانية؟ من البني ادمين اهون بكتير من البني ادمين. حتى نصب الفلوس اسهل من وجع البني ادمين، من حد قاصد يوجعك. تخنتي؟ اه كتير، بس عملت نفسي مش عارفة. بجد؟ انت من الستات اللي بتعمل نفسها مش عارفة؟ اه بس بطلة يعني بعد شوية كده بطلة، بس مش بنفس السبب. ما بحبش اتطلق بسبب الخيانة. ما بتحبيش تواجهي راجل انه خاين؟ لا. ليه؟ عشان انا اقوى منك. اقوى من انك تكسري عينه وتصغريه؟ لاني لو عايزه اطفشها هعرف. ها بس انا ببقى ساعتها هو اللي اتكسر، مش عايزه. فمش عايزه العلاقه خلاص، اعمل مجهود فيها ليه؟ يعني انك تقولي سبب انك ماشيه، انك تقولي انت خنتني فانا ماشيه. لا انا اعرف اخلي الراجل هو اللي يبقى ماشي مش انا كمان. اه وانا وافق على المشاريع. لا يعني وليه تكسري نفسك حتى قدام يعني قدام راجل؟ ليه تكسري نفسك وتبيني نفسك ضعيفه قوي كده وتخنتي وبتاع مش مستاهل. شفتي خيانتك بعينك قبل كده؟ اه مره. اوف. كان رد فعلك ايه؟ كنت في تانية جامعة، فكنت صغيرة قوي، فقالوا لي روحي. رحت هبلة يعني.
وشفتي؟ شفت. عملتي ايه؟ كسرت المكان على دماغه. عملتي ايه؟ دغدغت المكان كده صغيره بجد. شغل عيال يعني. هنصغر نصغر للاخر. كسرت الدنيا على دماغه وخلاص مشيت. طب انتي دينا ايه القناع اللي بتلبسه لو عايزه تخبي شعور معين او عايزه تبين حاجه معينه؟ ايه القناع اللي تحتمي بيه عاده اكتر حاجه؟ نفسي انا. بتلبسي شخصيتك الحقيقيه؟ شخصيتي الحقيقيه بتهرب. مش محتاجه البس اقناع. بتحمي نفسي. انا حقيقيه. متضايقه منك هيبان عليا. مبسوطه معاكي هيبان عليا. زهقانه هيبان اني زهقانه. عايزه اتكلم. طب متخانه ما بيبانش انك متخانه. اصدق انا الكلمتين دول ازاي؟ ايوه ما انا مش عايزه اقول. لو مش عايزه اقول ماشي. طيب بس ما بيبانش عليا. لا بيبان عليا اني قلب على الدنيا كلها. بس ما بيبانش ايه سبب قلبتي يعني. ببقى قلبه بس مش باين ايه سبب قلبتي. يعني ما بحكيش. ما بحبش احكي. طب ما انت كده اهو بتخبي شعور او حاجه عرفتيها بقناع الغضب بقلبه الوش بالوش الخشن. كده بداري. اوكي. ما هو ده قناع اهو. طيب لا ما هو القناع الحقيقي اللي هيبان لو قلت او ما قلتش هيبقى ده. بس انا ما بقولش. يعني لو انت اتخنتي ورحتي واجهتي هتبقي غضبانه ولا هتبقي لطيفه؟ هبقى بارده. بارده؟ طب برافو عليكي. لا انا لو ولا اقول اساسا انا ما لا انا اقول عادي. بجد؟ طبعا. هتكسبي ايه؟ باي باي. لا انا باي باي من غير ما تخين. ما انا اللي زي ما تتخنش ابدا. ما تحسسيه بقى هو خسر ايه. لا هيعرف بعدين. هيعرف بعدين. كلهم عرفوا. مش عرفتوا؟ مش عرفتوا انتوا التسعه؟ مش عرفتوا انتوا مش عرفتوا كلكم؟ انت مره هزرتي على الموضوع ده وقلتي انا كنت تقريبا بنافس تحية كاريوكا في الزيجات. ايوه هي 13. مش عارفه اوصل لها. مش عارفه تحققي الرقم. عايزه تحققي الريكورد ده؟ وليه لا؟ يعني طول ما احنا عايشين ممكن مشاعرنا تتحرك. ممكن عقلنا يفكر. يعني انا ما بشوفش ان ده غلط يعني. بالعكس طول ما انت لسه شايفه نفسك قادره انك تخشي علاقات او تعملي علاقه ليه لا؟ صحيح. ليه لا؟ سهل. لما بتكوني حزينه ومش عايزه تبيني للي حواليكي عايزه تخبي حزنك بتلبسي قناع ايه؟ السكوت. مش الضحك؟ مالك؟ لا ولا حاجه. زهقانه. لا ما بعرفش اضحك وانا متضايقه. ما اعرفش اعمل كده. في ناس بتعرف. انا ما اعرفش اعمل. يعني انا اسكت. يعني ابقى سايلنت. لا انا بضحك ولا انا بعيط. يعني كده. لكن اضحك وانا متضايقه لا مجنونه بقى. صعبه. ما تقدريش. ما تقدريش. من فصل البدايات للفصل الثاني والصراعات مع دينا. دينا عندها صراع مع المجتمع؟ أكيد. المجتمع عنده حالة غريبة جدا. love hate relationship بينه وبين الرقاصة اللي بترقص دي. بيحبوها جدا بس تيجي تتجوز ابنهم لا. ايه اللي في تركيبة دينا مختلف عن الرقص؟ انا ست بيت عادية جدا. ليه الناس انزعجت لما قلت انا بقول دعاء للتحصين وبقول كذا وبقول؟ انزعجوا جدا لدرجة ان انا بقيت على تويتر ترند وما كنتش فاهمة ليه. دينا بتدوق مر الحكم عليها او لا 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 عليها. احنا فنانين ما ينفعش تطلعي تصريح منافي للدين. لما تكلمي عن الصدقات فيطلع رجل دين يقول اموال الراقصه حرام. هو عمال بيفتي في حاجات كتير. طب ما طلع قال عليا قبل كده 5. طب ليه قلتي ان في بدل الرقص حرام؟ انا قلت من منظور الدين مش منظور الفن.